أول محافظة عندنا عندنا في مصر. مهم جدا نادية عبده إنها تتكرم، لأن أنا كنت طالبه انها تبقى محافظ من 5 سنين، لكن 5 سنين كان في الاخوان ما سمعوش الكلام. تحيه للسيده المصريه محافظ البحيره نادي عبد. المهندسه نادي عبده ست من أعظم السيدات، ويعني زي ما بيقولوا بمئة راجل، لأنها كانت رئيسة شركة المياه والصرف الصحي في الإسكندرية كلها، يعني كان ممكن تعطش إسكندرية كلها. وعرفناها من وقتها ومن 5 سنين وأنا بطالب إنها تبقى محافظ. طبعاً في ال5 سنين كانت أيام وحشة قوي، والإخوان المسلمين دول ما كانوش موافقين على حاجة خالص. بس بقيت نائب من 4 سنين. بقت نائب وغصبا عنهم تبقى نائب، لأنها مدهشة ومتعاملة مع الشعب والشارع كله بيحبها وبتحل الخلافات. يا جماعة خدوا نادي عبده تبقى ما سمعوش كلامي، لكن الحمد لله في الآخر جت محافظ. ألف ألف مبروك لينا كنساء، أشكرك جدا، وإن شاء الله بالتوفيق دايما. يعني أنا طبعا سعيدة جدا أن أنا هنا معاكم، ويعني دكتورة ميرفت تلاوي دي يعني النبراس بتاعنا من سنوات، وأنا النهاردة يعني من الساعة 5 الصبح في مجلس الوزراء وجاي على طول على هنا، لكن ما اقدرش اقول لا. فثانك يو فيري ماتش، وميرسي خالص 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 خالص، اشكرك جدا دايما بالنجاح دايما.